ما هلا نور رح نبلش بأولى محطاتنا، ودائما بنقول أي مشكلة أو كارثة إنسانية بيمر فيها الناس بتترك أثر كتير كبير بشكل عام عند الناس كلها من دون فرق بين صغير وبين كبير، إلا أنه هذا الأثر بيستمر مو مجرد يوم أو يومين أو ثلاثة، ممكن يأثر على أفكارهم لقدام، ممكن يأثر على سلوكياتهم، على طريقة تصرفهم، ويمكن بنلمح هذا الشيء أكثر عند الأطفال وردود فعلهم بالفترة الأولى. أكيد سلمى، كتير مهم اليوم نتابع الاضطراب أو القلق كيف ممكن يتحول لاضطراب عند الأطفال. يمكن هي بعض المكتسبات بياخدوها الأطفال من الأهل من المحيط، وهي حالة طبيعية، لكن مع استمرار هي الحالة ممكن تؤدي لاضطراب، لازم نوقف عنده شوي، نستشير حدا اختصاصي. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الاختصاصية التربية الخاصة للطفل ريم سعد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد كل أوقاتكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الورد. خلينا نبلش بحضرتك، القلق هو حالة ممكن تمر بكتير ناس بكتير ظروف، ولكن لما بيكون في هم مشترك مثل ما بيقولوا، مثل الكارثة أو المأساة اللي مرينا فيها، فبصير هذا الشعور موجود ومتبادل بنلمحه عند كل الناس، وبالتالي بينتقل من الأب والأم للأطفال، من المحيط للأشخاص. حتى لو أنت كنت عم تحاولي تبعدي تلاقي نفسك وسط هذا القلق بحالة لا إرادية. كيف ممكن ننتبه أنه حالة القلق الطبيعية أصبحت غير طبيعية خصوصا عند الأطفال؟ أول شيء نقول طبعا الحمد لله على سلامة أهلنا اللي كانوا بالمشكلة اللي صارت من فترة، والله يرحم اللي سبقونا ويصبر اللي بقى. يعني هلا غالبا يعني كتر كثير حديث عن القلق او عن هالمشاكل اللي هي بنسميها نحن مع بعض الصدمه بالفتره الاخيره. اذا نحن كنا بدنا نقول القلق صار ما هو طبيعي او ما هو باول فتره بيكون طبيعي، لانه بيكون حدث جديد، اي حدث صادم، وفاه، كارثه طبيعيه، حريق، اي شيء بيضغط، صدمه بسبب صدمه. طبعا بدها تكون الصدمة إلى معايير يعني كبيرة ضخمة، مو إنه شيء بسيط. صحيح. إلى مثل ما بيقولوا إلى يعني حدودها، بتاخذ مساحتها، بعدين شوي شوي بتتقلص وبتتلاشى. صحيح. مع الحياة، مع الروتين اليومي، مصفى الأثر كتير بسيط لا يذكر. أما إذا نحن بدنا نقول إنه هذا الشيء صار ثابت بشخصية إن كان الكبير أو الصغير، بدنا نعتمد على معيار زمني. يعني نحن بالمعايير النفسيه كانوا يقولوا اول شيء اقل شيء ممكن يكون 6 أشهر، وهلا لا ممكن يكون 3 أشهر لاعراض محدده، بتعطينا انه صار المعيار هو معيار مرضي مع بعد المحكات او المفاصل يلي بترافق هذا الشيء. منها مثلا انه مشاكل النوم، نحن عندنا نوم كثير او نوم قليل، شيء بنسميه الهياج النفسي، يعني هو ممكن عند اي استثاره يعصب كثير، تكون ردة الفعل عنيفة ما بتناسب مع الموقف اللي حاصل معه، مشكلات بالطعام، ممكن يكون في شراهة، ممكن يكون في عدم الرغبة بالطعام، يعني الشيء القليل كثير، عدم الاعتناء بالأمور الشخصية، عدم محبة انه مثلا يكون في شيء ترفيهي، في شيء انه يطلع ينبسط يكون مع عالم، فبيكون كمان من النواحي الاجتماعيه هو بعيد. فهي معايير اساسيه نحن حتى نقول انه هذا الشيء صار اضطراب راح يكون مع الفرد. طيب خلينا نحكي عن بعض النقاط يعني نذكرها خصوصا عند الاهل، يعني نحن لازم نعرف نتعامل مع هذا الاضطراب اجباري. يعني اي طفل تعرض لصدمة رح يكون في عنده قلق وتوتر. تمام. طريقة التعامل، يعني نحن عم نحكي عن استمرارية، أحيانا في أخطاء شائعة بيقوموا فيها الأهل خصوصا تعبير الطفل. يعني اليوم بنشوف مثلا أنه لا تعصب لا تبكي مثلا، بيحاولوا يضبطوه أكثر مع أنه هيدا شيء مش منيح للطفل، خليه يعبر عن الحالة اللي هو فيها لتقدري تفرغي بالأخير الشيء الموجود، لأنه الطفل ما بيقدر يعبر مثل الكبار أو يستوعب الحادثة كيف صارت. خلينا نحكي ونركز على هاي النقط الأساسية. يعني نحن عم نحكي 3 شهور وما فوق، هون إذا استمرت بيكون في حالة اضطراب، بس خلال هال3 شهور أنا كيف فيني أتعامل مع هذا الطفل؟ لأنه للأسف يعني ما فينا نلوم الناس، لأنه كلها تعرضت لصدمة كتير كبيرة، واللي كان بي الصدمة يعني مختلف تماماً عن نحن اللي كنا أبعاد. فبتلاقي أحياناً كمان هي تصرفات الأهل بتأثر، ما عم يقدروا يضبطوا حالهم بشكل كتير منيح، هنن خايفين وقلقين، فكمان بتزيد الحالة سوء. طبعا يعني اذا بدنا نحكي تعرضت يعني فتره الانسان لانه يستمتع بالحياه وانه يعيش وانه يكون عنده مأوى، فهذا
تلاشى بكثير بكثير اماكن صحيح. اللي هو حدود الامان صحيح. القلق هو تلاشى حدود الامان، يعني انا ماني ببيئه امنه، ماني باسره امنه، ماني بمجتمع امن، اللي هو بمختلف الشروط والمعايير. انا كاهل طبعا الاهل هن عندهم صار القلق وعندهم صار الهلع صح. احنا هلا كثير بنسمع اشخاص لهلا ممكن تضل بالسياره 7-8 ساعات صح. او ما عم يقدروا يرجعوا على البيوت هلا. لسه الامور شوي مثل ما بنقول لساتها بالشهر الاول، نحن لسه لقدام حيكون في عنا مخرجات اقوى لانه في اضطرابات ما بعد الصدمه اللي صحيح. هي اساسي فيها هو القلق رح تظهر بعد هاي الفتره. اول شيء الشخص بيكون كثير متماسك، كثير عارفان شو يتصرف، كثير عم يلاحق الامور، بعدين فجاه بيلاقي كثير اعراض ظهرت اللي هي بصير عنده شيء اسمه نوبات هلع، يعني فجاه بصير خوف شديد غير معروف المنشأ، عم يحس حاله ممكن البيت عم يهتز، ممكن انه بده يموت، ممكن بده يصير شيء، فبيعيش هذا القلق وبيعيش هذا الخوف وبيتوتر وبيوتر اللي حواليه. صحيح. هذا الشيء بنشوفه عند الاطفال، بس بشيء ثاني بنشوف مثلا اوجاع جسميه، انه في انه عم يوجعني راسي، عم يوجعني بطني. هلا احنا كاهل انا بدي صدق هذا الشيء، هو حاسه، هو ما انه موجود بس هو حاسه، آليته النفسية دماغه عم يعطي هذا الأمر، فهو حاسس فيه ولو عضويا ما هو موجود لأي سبب من الأسباب. ببساطة أنا ممكن أعمل حيلة على الطفل إنه ما في مشكلة، حق معك، بطنك عم وجعك، راسك عم وجعك، حناخد دواء. أنا أحيانا مع الطفل ممكن أتصرف حط نقطة مسكن بمعلقة إنه الدواء تبعه أو بالسيرنج اللي بنعطيه نحن فيه الدواء، وهلأ بس تأخذ هذا الدواء أنت كثير رح ترتاح وكثير رح يروح الوجع ورح تكون الأمور بخير. فبعطيه هذا الشيء وبعد شوي بقول له كيف؟ لا مبين تمام أمورك بخير، وشك صار منيح، قوم نعمل القصة الفلانية، قوم نعمل النشاط الفلاني. استوعب هذا الخوف. أنا كأهل أحيانا بكون من ضغطي إنه خلص بقى ما ليه يعني ما في شيء، فانا بزيد انه مو بس متضايق وموجوع وما حدا سائل فيه. انا زادت عندي الهوة بعدم الشعور بالامن، انه انا ما فيني نسال عني، انا موجوع متضايق عن جد، كوابيس النوم، انه ممكن اهل يا بيعطوها بيسلطوا الضوء عليها بشكل كثير كبير فبزيدوا القلق عند الطفل وبزيدوا الخوف، او بتجاهلوها بطريقه او بتجاهلوها، بالحالتين نحن ما عرفنا نوازي الامور. ما بنلوم الاهل، يعني هي بالنهايه هي ثقافه علميه، يعني ثقافه انا لازم اطلع عليها واشوف مؤشرات ما انا صح. غالبا الاهل ما بتعترف بقلق الاطفال او حتى اكتئاب الاطفال، انه ولد حيعرف هلا انه يقلق ولا يكتئب. مستحيل تقدر تقنعي ام باول فترات انه ايه ممكن الولد يكون عنده مشكله قلق وممكن يكون عنده اكتئاب، ممكن يكون بحاجه طبيب. وانا دائما بنصح بعد 3 اشهر إذا أجت الأم، طبعا هنا بيجوا أحيانا بعد سنين في مثل قلق الانفصال، هو هذا بيجي بعد سنين، يعني وقت بدك تحطي ولد بمدرسة أو بدك تتركيه عند حدا مثلا مضطر أو شيء فبلش الأعراض تظهر. بس بهيك بالقصص الصادمة وثلاث أشهر ولاد أنا نازل وزنه، ما عم بينام منيح، مهموم، ما عم يستمتع بالنشاط، أنا بحاجة طبعا لزيارة طبيب. ليش الطبيب؟ بهي الفترة نحن صار في عنا وقت أقول الاضطراب معناتها في مشكلة بالدماغ، في مشكلة كيميائية بالنواقل العصبية، لازم تتعالج دوائيا. لأنه قد ما عملنا جلسات تفريغ وقد ما عملنا قصص بتعديل السلوك ولا بالعلاج المعرفي، طول ما الدماغ ما أنا مستقر، أنا ما قمت أو ما زبطت الكيميائية تبعه، فأنا ما خلصته، أنا عم بعطيه مثل ما وقت بعطيه للزئة لجرح كبير، هذا بده تقطيب بعدين بلزقه، فأنا بس عم بحط للزئة، عم غطي الحفرة مو أكثر. بس بأي مفصل أو خضة أو تعرض لضغط مشابه أو صادم ردينا وقعنا، نحن ما استفدنا شيء. فدائما الأفضل العلاج الطبي، بعدين ندخل نحن بالعلاج السلوكي بالعلاج المعرفي حسب حالة الطفل. طيب في كتير كمان يعني خليني أقول آراء أخرى بتقول أنه أنا ما لازم يعني يزيد هذا الشيء مع الطفل او خليه يتخيل انه هو فعلا كثير تعبان او كذا، لا لازم خليه يعبر بشكل واضح وصريح شو اللي عم بيفكر فيه واتقبل تعبيره كيف ما كان الاسلوب اللي عم يحكي فيه، وبالعكس يعني ناقشه وحاول وصل له الافكار شوي شوي، بعيدا عن انه انا حاول نسيء اللي صار، لا لازم ناقشه لحتى اشوف شو وجهه نظره من هذا الموضوع واتقبله.
هل انت مع هذا الراي او لا؟ تماما، لانه الولد رح يضل يسال، وفي قاعده مهمه انه الولد رح يضل يسال طول ما هو المفهوم بدماغه نايس. فمشان هيك نحن بكثير حالات مثل الموت، مثل انه ما نهرب من الاسئله او نجاوب شيء ابدا نهائيا. لازم نسكر التساؤل تبع الطفل بقلب دماغه بقلب راسه، انه واحد اثنين ثلاثه نختمه خلص، لحتى ما يضل يسال فيه يسال فيه. وقت شوفنا نحن صادين لهذا الشيء او عم هيك عم نلطفه، فما بقى يسالنا، راح يا ممكن يدور على شيء ثاني، معارف ثاني، او راح يسكت. فحتزداد يعني حيصير شيء داخلي، حديثه صار يصير شيء داخلي هذا، فهذا نحن كمان زدنا الهوى. هلا هذا ممكن قلة معرفة مننا نحن، يعني انه لا نحن هيك نسيته انا الموضوع، لا ما بدي خبره هلا، لانه اذا خبرته فلا بده يتضايق، بده ينصدم. معقول بهالعمر هيك مثلا قل له انه توفى فلان مثلا؟ طب باي عمر؟ يعني نحن عم نحكي مثلا بالعموم عن الاطفال، الاعمار يعني اذا بدنا نركز على الاعمار، خصوصا شفنا يعني السوشيال ميديا كانت مليئه بمقاطع الفيديو باعمار، شفنا اطفال كثير صغار. انا باي عمر ممكن اقدر؟ يعني حتى هلا الاطفال ممكن بالصدفه يشوفوا مثلا منظر الكوارث اللي تعرض، يعني الكارثه الانسانيه اللي تعرضنا لها، الزلزال، البناء كيف مدمر، باي عمر انا فيني اشرح له؟ يعني حتى هي الحاله لو ما كان موجود، مجرد انه يشوفها بتاثر عنده للطفل صدمه. ايمت يعني نحن عم نحكي عن 3 سنين وما فوق ولا 4 سنين؟ هي نقطه كثير مهمه. يعني اليوم شفت من خلال المجتمع حواليك مثلا في ناس مثلا بتقول لك والله لانه هدول الناس مثلا الله زعلان منا هيك عمل، في طريقه تعبير عند الاهل كمان، ما بيصير انا اعطي معلومات خاطئه للطفل. تمام. انا باي عمر ممكن فعليا احكي للطفل هي التفاصيل، خصوصا فقدان شخص عزيز، انا مثلا تدمر بيتي، انا قدرت اطلع من هذا المكان لظروف قاسيه، باي عمر فينا نحكي؟ العمر هلا الطفل بيعطينا مؤشر، وقت يسالنا الطفل سؤال واضح وصريح فانا بدي جاوب جواب واضح وصريح بما يتناسب مع عمره. يعني ما بدي هو الموضوع صحيح، ولا بدي اقول مثلا انه احيانا حالة الموت، يعني مثلا لما له فقدان مثلا، يعني تسال الشخص وين مثلا، وين تيتا، وين جده، وين فلان، فلان هيك هيك صار، ويعني في كثير بعدين هون بنخترع قصص، هون فينا نستشير، فينا نقول انه مرض مثلا فات على المشفى، مرض مات فلقى انه مثلا نزل لعنده ملاك قال له انت تعبان كثير، بدك مثلا تطلع معي، بدك ترتاح اكثر. في كثير تفاصيل بنحكيها نحن قصص للاطفال بتكون بطريقه لطيفه بس واقعيه، وارتاح. وكثير مهم اذا ما شاف او ما حضر نحن نزور او ناخذ ورد للمكان بكون متواجد فيه طبعا الشخص. لازم الولد يحاوط راسه بهذا الموضوع، لانه اذا ما تسكر دائما في عنده رح هو انه اللي بيروح ما بينعرفه، او اللي بيختفي من المساحه تبعي ما بعرف انا وينه. فهي بحد ذاتها مشكله عند الولد، خوف. صحيح. مع الوقت بصير خوف لا مبرر. فلا نحن على هوا سؤال الطفل بنجاوب. طيب خلينا نحكي كمان اليوم، مثل ما قلتي يعني دائما التعامل مع الاطفال الحلقه الاولى الاساسيه هي الام والاب، واحيانا في كثير ناس هن نفسهم بيكونوا مصدومين، يعني ما بيعرفوا شلون بدهم يعبروا، او هن حزنانين، او هن حتى بيكون مثلا عم بيفكروا اذا مثل ما بالكارثه اللي مرقت علينا فقد الامان، فعم بيفكروا كيف بدهم يامنوا لاولادهم امان اخر، بيت اخر، مأوى اخر، فما بيكون تفصيل انه اذا هو هلا مصدوم او لا ببالهم اصلا. صح. هي الفتره قد ايه ممكن تاخذ وقت، وامتى بنقول لا هون لازم الاهل بقى يبلشوا يفكروا فعليا بطريقه الحديث يعني؟ اما قبل اكيد ما فينا نلومهم. هلا اذا بدنا نحكي عن 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 مثلا مثل الكارثه الانسانيه اللي صارت من فتره، فكان في جهات داعمه كثير، يعني كان في ناس جهات داعمه، كان معهم اختصاصيين بالمجال، كان معهم شباب قادرين يعملوا مساحات صديقه للاطفال، كثير تفاصيل، فهدول عينهم كانت على الاولاد، على الاطفال، كونه هن مرافقين للمجموعات او للاهالي، فهن عم يراقبوا هدول الاطفال. وانا بتوقع التدريب تبعهم باهلهم يقولوا انه هذا الطفل صار بحاجه لطبيب، هذا شيء داعم للاهل. اما اذا كان الاهل بعاد عن هذا الموضوع، بس من المرحله اللي بيخلصوا فيها تجهيز امورهم، تجهيز قعدتهم، سكنهم، هي التفاصيل، فهن من الطبيعي رح ينتبهوا على الاطفال، صارت العيله مع بعضهم بقى رح يتسلط الضوء عليهم. اما قبل اذا ما كان في شخص خارجي عينه معهم على الطفل، فصعب شوي انه هن يقدركوا، لانه في اولويات بالحياه.
صحيح. يعني انا هلا ابدا اني لاقي له قرنه يقعد فيها امنه ولا اخذه عند طبيب يعالجه نفسيا؟ صحيح. اصلا ما في هي يعني ما حدا بدي اخذه ورجع لوين بدي ارجع بهالتفاصيل اصلا. صحيح. بده يكون في شيء امن لهذا الولد لحتى الطبي والنفسي يساعد مع بعضه مع الاشياء الماديه المتوفره على ارض الواقع. صحيح. طيب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي ممكن يقوموا فيها الاهل، يعني نحن حكينا عن بعض التفاصيل بس يمكن من خلال تعاملكم المستمر مع الاطفال وتواصلكم مع الاهل في بعض الاخطاء الشائعه ممكن هلا اي حدا عم يشوفنا او يتابعنا ممكن يستفاد. شو هي اكثر اخطاء شائعه اللي بيمروا فيها خصوصا بحالات القلق والخوف؟ الاخطاء الشائعه كثير انه هي الحمايه الزايده، تعلق الاهل بالولد المبالغ فيه، يعني دائما هو مثلا ممكن يكون بالحضن لساته بينام بسرير الاهل او بالغرفه تبعيتهم، كمان يعني الولد ما عم ينفصل على اهله، فبالتالي وقت يجي لحتى يفوت على مدرسه او على مجتمع جديد عم يكون كثير في صعوبه، بيكون في صعوبه من الاهل بالانفصال وانزعاج من الام او من الاب انه الولد متعود، فبتلاقي الام مزعوجه انه ما سال عني ابدا، ما بكي، طب ما بكي ما سال، تدرب فصلناه بشكل آمن. الأخطاء الشائعة ممكن تسحبه من الروض، غالبا من الروضات ممكن تسحبه وما تكفي وتزيد عنده، تعزز عنده هذا السلوك اللي هو الخوف أو قلق الانفصال. صحيح. أو تتركه وتضل دائما مثلا فوق رأسه فهو حس إنه هدول معناته أنا قاعد ببيئة غير آمنة، هدول أشخاص ممكن يأذوني يخوفوني، مشان هيك ماما ما عم تقدر تريحني، هذا بالله شعور عند الاطفال. هي من الاخطاء الكثير شائعه، الحمايه الزائده عند الاهل. طيب ريم، قبل ما نختم حديثنا اليوم، النصيحه الابرز اللي بتحبي توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا وعم بمر بحاله قلق، ونحن قلنا ببدايه الحديث هذا القلق مو بس للاطفال، يمكن احنا نحاول الاطفال بحاجه مين يساعدهم، بس ايضا للكبار، يعني تمام. بكل الاعمار اليوم في حاله من الترقب اللي هي عم بتروح شوي نحو الرعب عند البعض. تماما. للامانه كثير سمعنا حالات كانت شديده، وكثير صار حتى بالمناطق البعيده، يعني بدمشق كان في عندنا حالات قلق شديده جدا ومعطله للحياه. يعني اهم نصيحه انه نحن نتجرأ ونروح عند طبيب نفسي، هذا شيء اساسي جدا، وما نقول انه لا مرحله وبتمر، لانه التراكمات بتزيد الفجوه وبتطول مده العلاج. صحيح. ولا بنخاف من العلاج الدوائي اذا كان الطبيب طلب هذا الشيء، هي فتره وبتروح. ثاني شيء تمارين الاسترخاء، اذا مثلا الناس ما بدها تروح دغري على الطبيب وهم هي ما فيها شيء، عندنا الشيء الحلول الوسطيه، لان احنا عندنا شيء اسمه تمارين استرخاء، عندنا رياضات، عندنا كثير تفاصيل بتريح بترخي، اذا قدرانين نعملها وارتحنا فهذا شيء كثير منيح، اذا عملناها وما ارتحنا فهذا شيء يستوجب فعلا العلاج الدوائي. يعني النصيحة الأهم دائما نحن والطبيب والاختصاصي النفسي نكون على خط واحد لناخذ أفضل نتيجة، دائما يكون في استشارة، يعني لأنه دائما بيكون في حالة من النكران نوعا ما، تجاهل المشكلة أو لحتى تتفاقم ممكن نستشير. كل ما كانت الأزمة أكثر كل ما كان النكران أكبر. صحيح. صحيح. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا، وإن شاء الله الأمان للجميع. يا رب. شكرا لك ريم ولكل النصائح اللي دائما بتعطينا إياهم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك.